بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عزيزي الطالب، تتذكر دون شك أننا عندما تحدثنا عن الحرية رأينا أن هذا المفهوم لا يتخذ معناه إلا في إطار الحياة اليومية ومن خلال الممارسة، بحيث أننا في حاجة إلى أن نتعايش. فكيف يمكننا أن نتعايش؟ تفضلي. إذا احترمت الأفراد، إذا كان الاحترام يسود بين الأفراد، فبواسطة الاحترام نستطيع أن نتعايش بيننا. يمكننا أن نتعايش بفضل احترام بعضنا للبعض الآخر. وعندئذ كيف يتصف مجتمعنا؟ تفضلي. يتصف بالعدالة الاجتماعية. يتصف بأنه مجتمع عادل. إذن عنوان درسنا اليوم هو العدالة الاجتماعية. فماذا نعني بالعدالة الاجتماعية أو بالمجتمع العادل؟ نعني بالمجتمع العادل هو المجتمع الذي فيه عدل ومساواة، ويطبق القانون على أحسن وجه، بحيث يعطي لكل ذي حق حقه، ويؤدون واجباتهم على أحسن ما يرام. إذن نعود فنقول بأن المجتمع العادل هو المجتمع الذي يسوده القانون، فتمنح بمقتضاه الحقوق وتؤدى الواجبات. ولهذا لابد لنا أن نتساءل فنضبط ما معنى القانون، ما معنى الحق، وما معنى الواجب. فما هو القانون؟ نعم، القانون بصفة عامة هي مجموعة القواعد والأسس الموضوعة، وهي على شكل أوامر ونواهي على شكل أوامر ونواهي. ما هي وظيفتها؟ وظيفتها أنها تنظيم المجتمع من أجل تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع. نعم، إذن القانون يمكن تعريفه كالتالي: القانون عبارة في اللغة يعتبر المقياس، لكنه في المعنى التشريعي هو النظام أو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الاجتماعية وتلزم الأفراد باتباعه. هذا فيما يتعلق بالقانون. نعم أستاذ، ربما عندي سؤال. تفضلي. أستاذ، قلنا بأن المجتمع العادل هو المجتمع العادل هو المجتمع الذي يسوده القانون. نعم. ففي بعض يعني ان ربما الاحداث تظهر لنا في بعض الاحيان ان القانون يكون جائرا. نعم. يكون ظالما للناس، فكيف ذلك؟ فهل القانون فعلا نلاحظ او الواقع يبين ان في كثير من الاحيان لا يتصف المجتمع بالعدل رغم ان هناك قوانين تنظم؟ ولهذا لابد لنا ان نضبط انواع القوانين أو أنواع القانون. فإذا كانت القانون يعني عبارة يعني مجموعة من الأوامر والنواهي المنزلة، فعندئذ يسمى قانونا شرعي. قانونا شرعيا. يمكن أن يكون القانون أيضا وضعيا موضوعا من طرف جماعة أو من طرف أفراد المجتمع. يمكنه أن يكون نابعا من ذاتنا، يمكن أو من الطبيعة. فسنن الطبيعة وقوانينها كذلك يخضع لها الإنسان ويخضع لها الكون. يمكن أن يكون نابعا من أعماقنا، من ذواتنا. فأنت عندما تمتنع عن فعل سيء تمتنع بموجب ماذا؟ قواعد سلوكية، بموجب أوامر الضمير. وهنا يكون القانون قانونا أخلاقيا. إذن يمكننا أن نلخص أنواع القوانين فيما يلي: فإذا كانت القوانين تعني النظام الذي يخضع له الكون كله والذي تبحث عنه العلوم الطبيعية سمي قانونا طبيعيا. أما إذا كانت معبرة عن إرادة الله سبحانه وتمثل الأوامر والنواهي التي فرضها على عباده بوحي منزل سميت قوانين شرعية. إذا كانت تعني القواعد التي وضعها الإنسان
قصد تنظيم حياته الاجتماعية وصيغت في تشريع صريح سميت قوانين وضعية. أما إذا كانت تعني مجموعة القواعد السلوكية التي يحس الإنسان بطبيعته الإنسانية أنه ملزم بها تشرعها وتنفذها وتسهر عليها قوة إنسانية باطنية هي ضمير سميت قوانين أخلاقية. إذا أردنا أن نقارن بين هذه القوانين، ما هي أوجه التشابه وأوجه الاختلاف التي يمكننا أن نجدها بينه؟ تفضلي. هناك اختلاف بين القوانين الشرعية والقوانين الوضعية. نعم. بحيث أن القانون الشرعي منزل من الله سبحانه وتعالى وهو معصوم من الخطأ، بينما القانون الوضعي فهو قابل للتغيير والإصلاح. ولهذا فنجد أن المشرعين لا يقف عن إصلاحه كلما بدا لهم فيه خطأ. كلما بدا لهم فيه خطأ. إذا كذا القانون الطبيعي، هل يمكن أن نجد بينه وبين القانون الوضعي والقانون التشريعي أو القانون الشرعي عفوا نجد بينهما علاقة ما؟ بطبيعة الحال هناك علاقة بينهما، بحيث أن القانون الطبيعي لا يتغير ويخضع له الإنسان دون إرادته، والإنسان خاضع له، والقانون هذا غير خاضع لإرادة الإنسان، في حين أن القانون الوضعي هو من وضع الإنسان، والإنسان هو بإرادته قد يقبلها وقد يرفضها. إذن والقانون الأخلاقي، القانون الأخلاقي ما صلته بهذه القوانين الأخرى؟ القانون الأخلاقي قد نعم يهدف إلى ماذا؟ القانون الأخلاقي هدفه هو نشر الفضيلة بين الناس. بين الناس. إذن يشترك في هذه الصفة مع أي قانون؟ شرعي. مع القانون الشرعي. إذن إذا أردنا تلخيص، هل لك توضيح آخر؟ سبب ما قلت بأن للقانون الأخلاقي دور كبير في وضع القانون، مثلا القانون الوضعي. نعم. فإذا كان الإنسان متخلقا فإنه بطبيعة الحال سيضع قانونا وضعيا عادلا. عادلا، نعم. القانون الوضعي متأثر أو يؤدي القانون الأخلاقي وظيفة في توجيه المشرعين أو الأفراد عند وضعهم للقوانين التي تنظم حياتهم اليومية. إذن إذا أردنا أن نلخص هذه العلاقات بين هذه القوانين الأربعة، فنلاحظ بأن القانون الطبيعي قانون غير خاضع لإرادة الإنسان، في حين أن القانون الشرعي والقانون الأخلاقي غرضهما واحد، متمثل في إيجاد مجموعة من المشاعر والأحاسيس والأفكار التي توجه الناس إلى إحداث روابط تحقق لهم السعادة وتنشر بينهم الفضيلة، وهما مختلفين في المصدر، حيث أن القانون الشرعي يصدر عن الله سبحانه وتعالى، في حين أن القانون الأخلاقي يصدر عن الضمير. لكن رأينا في درس الضمير أيضا أن القانون الأخلاقي يمكن أن يكون مستمدا من الشريعة أو من الأوامر والنواهي المنزلة. الجزاء فيهما أيضا مختلف، حيث أن جزاء القانون الشرعي لا يكون إلا في الآخرة، والقانون الأخلاقي جزاؤه يتكون في هذه الحياة في شكل لوم وتوبيخ في حالة ما إذا كان عقابا، وفي شكل شعور بالراحة والإطمئنان في صورة ثواب. أما القانون الوضعي فهو يتميز بالتغير السريع والتعرض للخطأ في التشريع وفي الجزاء أيضا، وبالمحدودية. لماذا بالمحدودية؟ إن منطق الإنسان محدود، فهو عاجز كل العجز عن الوصول إلى الكمال. نعم. فبطبيعة الحال يكون قانونه الوضعي محدودا في أهدافه، ولكنه يكون محدود أيضا من ناحية أخرى في الجزاء. رأينا في المسؤولية والعقاب في حصة الأسئلة أن الجزاء الاجتماعي يكون قائما على أي أساس؟ على أساس
للجريمة على أساس الضرر الذي ترتب فيه دون أن ينظر إلى ماذا؟ النية، دون أن ينظر إلى القصد والنية. فالقانون الوضعي إذن هو قانون يتصف بالمحدودية التي تجعله يقتصر على الأفعال ويعجز عن الوصول إلى النوايا. كذلك فهو صادر عن سلطة تشريعية من العلماء، وتنفيذه يكون بواسطة الحكومة أو تنفذه الحكومة عن طريق القوة بواسطة رجال الأمن وبواسطة رجال القضاء. هذا فيما يتعلق بهذه القوانين وبالعلاقة بينه. طرحنا عند الانطلاقة أسئلة، تساءلنا، قلنا ما هو القانون، ما هو الحق، ما هو الواجب. تعرفنا على القانون، نحاول الآن أن نتعرف على الحق. ما هو الحق في اللغة؟ الحق لغة يعرفه أهل المعاني بأنه نعم الأمر المطابق للواقع ويقابله الباطل. الأمر المطابق للواقع ويقابله الباطل، وهو الأمر الثابت الذي لا يمكن إنكاره. هو أمر ثابت لا يمكن إنكاره. عندما نقول هذا حق بمعنى أن هذا أمر يؤكده الواقع، وهذا باطل أي عكس أو ضد الحق ولا يؤكده بل ينفيه الواقع. في التشريع، في التشريع نعني أن الحق هو كل ما خوله القانون للفرد، هذا الفرد الذي يملك حق المطالبة بحقه هذا والدفاع عنه. إذن يمكننا، قلنا أننا في التعريف لا نرتكب المصادرة على المطلوب، بحيث أننا لا نستعمل اللفظ المراد تعريفه، لا يرد في التعريف. إذن الحق هو ما على الفرد أن يأخذه بل وأن يطالب به الغير، هو ما خوله له القانون وما يسمح له بالمطالبة به. ما هي أنواع الحقوق التي نتمتع بها؟ هناك أو ما هي أنواع الحقوق؟ أنواع الحقوق التي يتمتع بها الإنسان، هناك حق طبيعي، هناك حقوق طبيعية، مثلا كحق الدفاع عن النفس، كحق الغذاء، نعم، كحق التناسل، وظائف الحيوية كالتناسل. إذا هذا الحق الطبيعي. نعم. الحقوق الأخرى، هناك حق اجتماعي، مثلا الحرية، حق اجتماعي. ما معنى الحق الاجتماعي؟ ماذا نقصد بالحق الاجتماعي؟ الإنسان لا يعيش وحده في هذه العالم، وإنما يعيش وسط جماعة، هناك قوانين تحدد هذه العلاقات. إذن هناك حقوق تمنح له بموجب حياته مع الآخرين، تنظم علاقاته مع الآخرين. هل هناك حق آخر؟ نعم. هناك حق الأخلاقي. الحق الأخلاقي نعم. الحق الأخلاقي وهو أن غرض الحق الأخلاقي هو الرفع من شأن الإنسان، مثلا احترام الصغير للكبير، معاقبة الأب لابنه. هذا إذن ما نسميه نعم لك إضافة. الحق الأخلاقي كمثلا هو يتمثل في الحق الأخلاقي يتمثل في الأشياء الغير مادية، مثل حق الجار، حق الوالدين لآخره. هذه إذن حقوق أخلاقية. لك إضافة تريدين؟ إذن الحق، تعال معي إذن نحاول تعريف الحق أو نلخص ما قلنا حول الحقوق. فالحق لغويا يعني الحكم المطابق للواقع ويقابله الباطل. أما قانونيا فهو ما خوله القانون للفرد من مكسب مادي أو معنوي يمكنه الدفاع عنه والمطالبة به. أنواع هذا الحق، رأينا الحق الطبيعي وهو صادر عن طبيعة الأفراد ذاتها، أي ما اكتسبه الفرد بحكم ولادته وحكم وجوده في الحياة، كحق الغذاء وحق التناسل إلى غير ذلك، وهو أسبق من الحق الوضعي، فهو ممنوح للإنسان بصفة تلقائية. الحق الثاني أو النوع الثاني هو الحق الاجتماعي، مصدره تطور الأسر إلى مجتمعات لها حاجاتها المشتركة ومنافعها المتداخلة، وهو متغير
يتناسب وطبيعة المجتمع، إذ تختلف الحقوق الاجتماعية باختلاف المجتمعات، كما قد تختلف في المجتمع الواحد في فترات تاريخية متتابعة تبعا للنظام السياسي والنظام الثقافي الشامل. يعني إننا الحقوق الوضعية، أو عندما تكلمنا عن القانون رأينا أن القانون الوضعي قانون قابل للتغير، وبما أن القانون يمنح الحقوق فكذا باعتباره إذن متغيرا تكون كذلك هذه الحقوق متغيرة، فهي إذن متغيرة عبر الأزمنة وعبر الأمكنة. الحق الثالث الحق الأخلاقي، يتمثل في العلاقات القائمة بين الأفراد، فلكل مجتمع منظومة من القيم تحدد نوعية العلاقات المتبادلة بين الأفراد، فلكل الحق في الاحترام والتقدير والعرفان بالجميل على حسب مكانته ودوره الاجتماعي، أو على حسب مكانته ودوره الاجتماعي. هذا فيما يتعلق بالحقوق. وبما أن كل حق يقابله واجب، فحقك عندي هو واجبي نحوك. إذن الحقوق لا يمكننا الحديث عن الحق دون الحديث عن الواجب. فلهذا يمكننا أن نقول بأن الحق له وجهان، وجه إيجابي متمثل فيما يمنحه لي من قدرة في التصرف، ووجه سلبي متمثل في منع الآخرين عن الاعتداء أو من الاعتداء عليه. إذن ننتقل إلى الحديث عن الواجب. الواجب ما معناه؟ ماذا نعني بالواجب؟ نعم، الواجب لغة هو ما يثاب عند فعله ويعاقب عند تركه. إذن الواجب هو ما كان علينا أن نقوم به. يمكننا أن نقترب من تعريف الواجب بهذه الطريقة، ما كان علينا أن نقوم به، بل إننا عندما نمتنع عن القيام به فإننا نعرض للوم والعقاب. إذن الواجب عبارة عن ما كان فعله وأولى من تركه، وتاركه يستحق عندئذ العقاب ويستحق اللوم. أنواع هذا الواجب. نعم، واجب اجتماعي، باعتبارنا أفراد نعيش في الجماعة فلنا واجبات نحو المجتمع يحددها لنا المجتمع، مثلما رأينا الحق الاجتماعي فهناك الواجب الاجتماعي. الواجب الاجتماعي ما هو؟ كيف يمكننا تعريفه؟ الواجب الاجتماعي وهو مطالبة المجتمع الفرد باحترام نعم باحترام جميع القوانين والأعمال في المجتمع. الواجب الاجتماعي هو ما علينا أن نقوم به نحو مجتمعنا لكي نتعايش مع هذا المجتمع. واجب آخر. نعم، واجب أخلاقي وهو ما يمليه ويطلبه منا الضمير. إذن الواجب الثاني هو الواجب الأخلاقي وهو ما يمليه علينا الضمير في صورة أوامر ونواهي. تفضلي. عندي سؤال. تفضلي. لما هناك مصدر، مثلا هناك بعض الواجبات التي نحن مجبرين على القيام بها، لكن إذا لم نأتيها فإننا لن نعاقب. مثلا الصدقة أو الإحسان، فعندما لا نصدق أو لا نحسن إلى الفقير فإن لا أحد يعاتبنا أو يلومنا على ذلك. إذن يمكننا أن نميز هنا بين نوعين من الواجبات الاجتماعية، فهناك الواجب الاجتماعي المحدود والذي يلتزم به جميع الناس، ومخالف هذه التعليمات يعرض إلى العقاب، وهناك واجبات اجتماعية غير محدودة ومخالفتها لا تعرض صاحبها إلى العقاب. إذن تعالى نحاول أن نلخص معا ما قلناه عن الواجب. فالواجب هو ما كان فعله أولى من تركه، وتاركه مستحق للذم أو العقاب، أي هو إلزام أخلاقي أو قاعدة عملية. أنواعه: الواجب الاجتماعي وهو ما يطالب به المجتمع الفرد في مقابل ما يطالب به الفرد المجتمع كالعدل والإحسان، فحقوق الأفراد
هي واجبات المجتمع نحوهم، وحقوق المجتمع أو حقوق المجتمع هي واجبات الأفراد نحو هذا المجتمع، وهو نوعان كما رأينا، واجبات محدودة متساوية بين الأفراد، والامتناع عنها يعرض صاحبها للعقاب كعدم القتل وعدم السرقة وغيرها، وواجبات واسعة غير محدودة كالإحسان. النوع الثاني الواجب الأخلاقي، وهو واجب يمليه الضمير، ورأينا عند الحديث عن القانون أن هناك قوانين أخلاقية وهي صادرة أو تملي علينا أوامر ونواهي من طرف يمليها الضمير. خلاصة القول عندئذ هي أن القانون هو الحارس الأمين للنظام الاجتماعي، وهو الموجه لسلوك الفرد، فغاية ما يسعى إليه المجتمع هو تحقيق العدل بين أفراده. كيف يكون له ذلك؟ يكون بتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع مراعاة التناسب بين دور كل فرد ووضعه الاجتماعي، لأن الإنسان لا يمكنه أن يعيش في غابة، فقانون الغاب يلغى بواسطة القوانين. وإلى هنا نكون قد وصلنا عزيزي الطالب إلى نهاية الحديث عن العدالة الاجتماعية، وإلى موعد لاحق إن شاء الله. نتركك في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.